يستمر النظام التركي في انتهاكاته وتحديه للمجتمع الدولي رغم التحذيرات الأوروبية المتكررة وتهديداتها بفرض عقوبات في حال استمرار أنقرة بتلك الاعتداءات شرق المتوسط. وفي خطوة تصعيدية جديدة أعلن نظام أردوغان عزمه إجراءات مناورات بحرية بالذخيرة الحية شرق المتوسط. وجاء الإعلان عن المناورات البحرية عقب قمة أوروبية سباعية جمعت الدول المتضررة من ممارسات النظام التركي، وجاء في إعلانها الختامي تهديدا بالعقوبات في حال عدم توقف أنشطة النظام التنقيبية في المتوسط. من جانبها تواصل قطعة من البحرية اليونانية تحركاتها بالقرب من جزيرة ميس أو كاستيلوريزو القريبة من أنطاليا التركية. يشار إلى أن العقوبات الأوروبية على النظام التركي في حال إقرارها في القمة المقبلة والتي ستعقد في 24 و25 سبتمبر الجاري ستشمل العديد من المجالات بما فيها الاقتصاد والتجارة وخفض مساعدات مالية مقررة لأنقرة، بالإضافة إلى بحث وقف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. فرنسا بدورها أبدت بوضوح دعمها لليونان بنشرها سفنا بحرية وطائرات مقاتلة في المنطقة. كما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة أن تتخذ أوروبا موقفا أكثر حزما ووضوحا ووحدة اتجاه الأتراك، ليس مع تركيا كأمة أو كشعب وإنما مع نظام أردوغان. أردوغان رد على ماكرون محذرا إياه وطالبه بعدم العبث مع تركيا، مشيرا إلى أنه سيواجه المزيد من المشاكل معه شخصيا، وداعيا من جهة أخرى اليونان لعدم سلك طرق خاطئة حسب وصفه. سيد ماكرون، سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصيا. لا تعبث مع تركيا وشعبها، أنت لا تعرف التاريخ ولا حتى تاريخ فرنسا. على ماذا تعتمد اليونان عندما تواصل ما تقوم به؟ تقومون بأعمال خاطئة، فلا تسلكوا هذه الطرق وإلا ستواجهون عزلة شديدة. يعلن بذلك أردوغان تحديه الصارخ لأوروبا مما ينذر بتفاقم الأزمة واحتمالية توسع نطاقها.